الحمد لله طبعا مكسب النهارده الحمد لله، احنا بنأكد صدارتنا الحمد لله والشكر لله. كان في بعض الاوقات الماتش صعب فيه، لكن الحمد لله رجعنا فيه بسهوله جدا الحمد لله، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الحمد لله. اللعيبه طبعا خبراتها عاليه جدا الحمد لله، لكن انا اكدت عليهم ان هم لازم يهدوا في الملعب، في لهوجه في المكسب، لكن اول ما هدوا الحمد لله قدروا يلعبوا فولي كويس جدا الحمد لله. طبعا النهارده في شويه اخطاء، وان شاء الله باذن الله هنقعد مع اللعيبه ان شاء الله باذن الله، بكره عندنا راحه وهنقعد مع اللعيبه ان شاء الله نصلح الاخطاء اللي موجوده فيها، وهي شده بسيطه ان شاء الله تتعالج باذن الله. الفرقه كلها مدعمه، اتمنى من ربنا ان شاء الله ان احنا نحقق الدوري السنه دي كمان ان شاء الله، وربنا يسهل باذن واحد ان شاء الله.